العدالة الاجتماعية تحول من شعار يرفعه المصريون قبل 30 يونيو 2013 إلى واقع معاش بفعل السياسة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، والتي بذلت فيها الدولة جهوداً كبيرة لتعزيز الحماية الاجتماعية. فشهدت برامج الدعم والحماية الاجتماعية زيادة في مخصصاتها من عام مالي إلى آخر منذ 2014، كما عمدت الدولة إلى النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6000 جنيه، إلى جانب زيادة المرتبة والمعاشات بصورة كبيرة لتحمي المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة. وبالنسبة لإجراء دعم السلع التموينية، ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة العامة للدولة بزيادة كبيرة جداً، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية. كما وضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسبة الأنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الأنفاق العام خلال الفترة من 2024 حتى 2030، مقارنة بنحو 18% خلال الفترة من 2014 حتى 2023. وليس أدل من ذلك إلا أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025، والتي بلغ فيها بند الحماية الاجتماعية 635.9 مليار جنيه. وأطلقت الدولة المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، كما أطلقت برنامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، كان أبرزها مبادرة القضاء على فيروس سي. وعملت الدولة على تطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة تخطت 60 مليار جنيه، استفاد منها 1,200,000 شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2022. يأتي هذا إضافة إلى الدور المهم للمجتمع المدني، والذي تثمن القيادة السياسية دوره باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية والحماية الاجتماعية للفئة الأكثر احتياجاً. فلعبت منظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً في تعزيز الحماية الاجتماعية، ووفقاً لما سبق يتضح سعي القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل لمواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين.